الله. غير ولا ازعل ازعل. اوه طاهر عشماوي هذا رقمه اخو ابو عشماوي معي رقمه لقيت رقمه. خليني اشوف. بيعطيها انا ماني مثل ماني مثل اللي فوق راسه مثل الربع لبعضهم. كان اللي فوق راسه قد اعطاني سجلت بعد. بس عاد انا هذا بعد النساني بعد. كلمته؟ وانا حد خليني اكلم راشد غالي ما جابوها خليني اكلم ذا. كلم كلم. هلي وهلي ما قدرت اكلمهم. شوف انا ذيك اليوم يقول لك يا اسمع 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 قبل هذه تذكر ذيك اليوم يوم الكاركتر الاتصال يوم مبادره الاتصال والصدقه وما ادري ايش بيني وبينك حاولت اني اخليك تكلم اولادك بس رفضوا كلمت الاعداد قالوا لا على اللايف يكلم لا يبغى يكلمكم في الشروم بس ولا كنت بعد ما اخلص كل شيء بقول لك تعال في واحد يدق عليك يبغاك عادي وتكلم كذا ويطلع ايش يطلع ولدك فيديو يعني لا مو فيديو عادي عادي اتصال. انا كلمتهم وقالوا ماني فاضي قالوا يبغى ترتيباتي ولا كذا رتب معهم خلينا مبادره لا شوف هذا كيف هذيك اليوم نفس مبادره الاتصال كنت ابيك تمسك الهادي الو يطلع ولدك بالاتصال لكن والله كتبك صح يا محسن بابا هنا هنا يا اخوي ابو كاتم يا قوي يا ما حد قدك يا هلا بالله محسن انت ما شاء انت مبادراتك في البرنامج نوم صح؟ سكوت هذا يتحرك ليه؟ رجله ترتفع وتنزل ليه؟ انا اقول لا يحطون على رجلي شيء ويحط رجلي سبحان الله تبيني ازدحك كرسي لا ما ودي انه يغفصها كذا ودي يدغدغها ما في معلش هذا مساج كذا بدال يغفص رجل الواحد ايمو كيف الحال؟ اقول همزني ويس. همزني مو هو كسرني عصب اليوم ايمو في سمكه ميته ها؟ والله؟ لا امزح معك يا ولد بسم الله عليك احفظ الله عزاكم بغينا نصيدها اليوم ها؟ الساعه كم؟ كم باقي كم باقي 10 دقائق والله بقرب ساعه بص الى بص اسكت اوف كلم خالد خليه يكلم يركب كلم خالد يقول لك اخوك خالد اخذ جوالك من اعداد ودق على خالد و شوف شوف على طاري على طاري محسن محسن الشهري سكان الحما بنتم وبان الرشد من عقلي وعن شرط الهوى حلتم لا ما هي جيرة الأثلي رعى الله يوم ما كنتم تجاوزني على فعلي هذه ترى من أدب أدب الصنعاني تدري أدني أوه معروفة يخش ايش اللحن حقه سكان الحما بنتم وبنى الرشد من عقلي حموضة المعدة وعن شرط الهوى حلتم لما يا جيرة الأثلي رعى الله يوم ما كنتم تجازوني على فعلي اسمع 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 وكانت عادتي منكم يجد. صلاح الدين يجي يغطي جهني يا وين بروح شوي شوف بدأت بكرة وش صار عليها مع اني قلت لك الأسود ترحب لا حاول والله ما تجيب والله ما تجيب لا أسود يلا جايين جايين هذه بقى دقيقة تخلص وجهك هاتر يلا شغل تم وراك لا والله بقى خمس دقايق يلا بقى دقيقة في ذي خلي حللها يا رجال اوه جا المعزب جا المعزب جا المعزب جا المعزب المعزب جاء الله القهوة الرهيبة انا مستعد على الكرسي ارحب الامير حياك الله ايش اقول الحين ترى ماسكني وحالتي حاله عساك طيب عساك العذر السمو حق ربي يغني كثر خيركم عاد ماسك لي حرجه ما تسوي بيطلق ما اقدر ما قصرت والله يا ربي يرضى عليك ويبارك فيك يلا جايك جايك بجاك حبيبي اي بيدين عمل امشي امشي ابشر بسكر بس خليني اسكر بسم الله قلنا يا اخي واحد ما عرف يتحنى حتى في زد رصيدك يا ولد لا تحرجني يا ولد ما عرف يرتاح في المنتجع ساكم شال على حسابك معكم مره ثانيه اص اليد حق تمسي اص
تمام. الربع باقي ربع ساعه اي بيحط لنا فاصل اعلاني. كيف حالكم؟ اسفين يا شيخ انا عارف انه يتحرف بيجي مكاني عشان اي كذا هذا نظام انا اي جماعه فوق راسي والله يا رجال الله يسعدك اخوك اللي يجي دايم. السلام عليكم كيف حالك يا عم حبيبي؟ طيب ان شاء الله الله يرزقك ويسعدكم ان شاء الله. الله يوفقكم يا رب العالمين ويسهل لكم كل خير ان شاء الله. الله يرضى عليكم وشكرا لكم على القهوه الحلوه والشاي الحلو واسعد التاكسي. والله مقصر معك والله اني امدحكم دايم لكن ما ادري عن انت بتاكل الحين واجيكم على الكسر الحلو من شوي بس انت احلى. الله يرضى عليك قمت الله يسعدك حبيبي قلت هذول ما يبون اجلس معهم وسحبت رجل ومشيت وانا متعشي معك. انا بروح اعزز احنا بنروح شفت بكره الورده اللي نبيها بكره اي ورده نزرعها بكره نقول انه بمناسبه يوم السجره السجره اي سجره السجر طيب اي اليوم يوم احمد سعود